الدراما أمر يعني مهم جدا في بعض الأحيان. كثير من الأعمال الدرامية غيرت قوانين وكانت مؤثرة في مجتمعات، و يعني ألقت الضوء على مشاكل مجتمعية كثيرة جدا أكبر من خطط حكومية وضعت. هل نحن في أمام أزمة في صناعة الدراما في مصر؟ آه أزمة، طبعا يعني لفظ الأزمة صحيح؟ عندنا أزمة، طبعا عندنا أزمة، لأنه صناعة الدراما إحنا اتربينا عليها وبقت جزء من وجداننا زي حضرتك ما قلت، وجزء من ثقافتنا، وجزء من الوعي العام للناس، وجزء من الثقافة اللي أنت بتصدرها للعالم العربي حواليك، لدرجة إنه اللهجة المصرية هي اللهجة اللي تفهم في كل خريطة العالم العربي. العادات والتقاليد المصرية معروفة بامتداد الوطن العربي. مين اللي عمل ده؟ السينما المصرية، التلفزيون المصري، الأغنية المصرية. فإحنا أصحاب ثقافة وأصحاب فن راجع لآلاف السنين من أيام الفراعنة، وصل النهاردة إنه وصل لمرحلة الفن المرئي اللي هو التلفزيون، اللي هو كل الوسائط المرئية. أنت النهاردة في تصوري في تراجع في الدراما، تراجع في عدد الأعمال اللي بتنتج، في نوعية الأعمال اللي بتنتج، في تنوع في نوعية الأفكار اللي بتنتج، مش بس كم، لا وحتى كفكر. يعني ما اعرفش، احنا حاسس ان احنا كده متقوقعين او بنتقوقع كل سنه عن الاخرى، واعتقد ان ده مش المفروض يحصل، العكس المفروض يحصل، انفتاح، المفروض تزيد الاعمال الدراميه وما تتحسبش على فكره الدراما كلفتها كام وبعتها بكام وكسبت ولا خسرت، مش دي حسبتها، حسبتها وصلت للناس ولا لا، شكلت وعي عام جيد وايجابي ولا لا، ناقشت مشاكل وقضايا حياتية حقيقية ولا لأ، وصلت رسائل مهمة للحكومة، للمسؤول في أي موقع ولا لأ، عبرت عن الناس بصدق ولا لأ. دي مهمة الدراما. والدراما مش تسلية، مش فقط تسلية، جزء منها تسلية، لكن الدراما في النهاية جزء منها توعية أيضا، وده جزء مهم قوي، وصعب إنك تبدله بكتاب أو تبدله بأي يعني وسيلة ثقافية أخرى. الدراما أسهل وأسرع طريقة للوصول لذهن وعقل وقلب المشاهد. تمام.